جليسيدا لبنان هي جمعية تهتم بالشأن البيئي بلبنان. نحن من 5 أشهر أطلقنا مبادرة هي كانت معرض للفنانين وطلبنا منهم يرسموا الأرزة مثل ما هن بيقشعوها مثل ما هن بيحسوا فيها. ونحن من وراء المبلغ اللي جمعناه من مبيع هاللوحات وعدنا أنه نعمل غابة أرز بكفر دبيان. فنحن اليوم هون عم نطلق غابة أرز الفنانين من كفر دبيان وهي عبارة عن 1000 أرزة. نحن حابين نتشكر حاكم مصرف لبنان للي لو مش من دعمه ما كنا قدرنا نعمل هيدا الشيء. بهيدا الغابة كمان قررنا كل أرزة تحمل اسم حدا ساهم معنا. ففي أرزة خاصة للأستاذ مارسيل غانم للي كان من أول داعمينا من أول ما بدأنا. أستاذ مارسيل أنا بس بحب أشكرك على دعمك وعلى أملك وعلى كل شيء بتعمله للبنان. هيدي الأرزة لإلك.